خلينا نقول ان مصر تعتبر تصنيفيا يعني هي من اكبر 4 دول في افريقيا كلها في مجال التكنولوجيا. عندها فكرة تواجد الشركات الناشئة التكنولوجية بضخامة كبيرة جدا. يمكن احصائيات اخر احصائيات بتقول ان احنا عندنا اكتر من 112 شركة بتخاطب حوالي 90 مليون مستخدم، وده رقم كبير جدا في بداية دخول الملف التكنولوجي لمصر. وده ان دل دول على ان احنا عندنا خطوات سباقة وعندنا جهود كبيرة جدا وعندنا استراتيجية واضحة جدا في وزارة الاتصالات بتعمل دائما على تواجد ملف الرقمنة في كافة منافذ الدولة. كشعب مصري او يمكن كمجلس نواب بيستوقفنا فكرة هيعود بالنفع على المواطن في ايه. اولا احنا يعني ببساطة اقدر اقول كده ان التكنولوجيا هتعمل شوية خطوات مع المواطن: سرعة، قلة فساد، ودقة في الخدمة. يعني لو قلنا ان احنا خدنا مثال بسيط عن مصر الرقمية، مصر الرقمية حضرتك تقدري من خلالها اي مواطن بسيط انه يقدم بسرعة كبيرة عن الحاجة اللي هو طالبها او الخدمة اللي بيعملها من غير وجود العشرين جنيه تحت الظرف، وايضا بشكل دقيق بدون اي اخطاء في المعلومات او خطأ كتابي او اي اخطاء واردة لما بيكون فيها تدخل بشري. ففكرة انه بيتلمس مع المواطن طبعا بلا شك بتخلي هناك سرعة في تلبية خدمة المواطنين. قيسي على ده في كافة القطاعات الموجودة اللي بيتلمس معها المواطن في اي شكل من الاشكال: صحة، تعليم، تضامن، اي قطاع من قطاعات دي.